الكلاوي تاعو ماشي يخدموا مليح. هل هذا المرض لا يتكلم؟ اسكو سي اون مالادي سوردواز يعني ما عندها ما تتكلمش؟ تفضل. نعم، المرض الكلوي المزمن والقصور الكلوي المزمن هو مرض صامت سيلونسيو، ما عندوش اعراض، ولكن في البدايه ما عندوش اعراض. انت تكلمت قلت باللي هل نتفاداو هذا المرض؟ اسكو اون بو ايفيتي لاسونسيونال كرونيك ولا؟ نعم، 30% من الامراض الكلاوي القصور الكلاوي سون ايفيتابل، معناها الانسان يقدر ما يحكموش هذا المرض اذا كانت الوقايه والعلاج تعمل في وقته. كنا نتكلموا من قبل في الحصه اللي فاتت على الحصى. الحصى في بعض الاحيان اذا ما تعالجش ومس الكليتين مثلا او دار مشاكل يؤدي الى القصور الكلوي والمزمن، ولكن اذا